بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في أطباق أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بوجبة بالدجاج. راح نديرو دجاج مشوي على الطاجين بإذن الله. إذا واش عندنا هنايا طرف تاع الدجاج، بعد ما خدمت الدجاج ونقيتو وخدمتو وشوطتو وغسلتو هاولك، لهنا ونحتاج ورق الألومنيوم، ونحتاج لهنا التوابل. عندي الملح وفلفل، عندي الملح، الكمون، عفوا الكركم، الفلفل الأسود، لهنا القزبر، ولهنا توابل الدجاج والفلفل الأحمر. لهنا التوابل راهي اختيارية كيما نحتاج. اذا كيما نحتاج هنايا حبه بصل كنت قطعتها هكذا شرائح، وعندي شويه خل وشويه زيت. اذا راح نبداو. هكذا نوزع الاطراف كامل تاع الدجاج. هنا عندنا فخاذ الدجاج، كيما البصل نديرو ثاني يدي البنة، نخلط هذه المكونات كامل. نجيب شويه زيت قبل والخل، اذا نحط شويه خل تقريبا ملعقه كبيره، وشويه من الزيت واحد الملعقتين هكذا، ومن بعد نخلط. نحاول نتبل الدجاج هذاك مليح. اذا انا هنايا بديت نغلف فيهم. لهنا ناخذ ورق الالومنيوم نحط فيه قطعة الدجاج بطريقة هذه، نضيف معها شوية بصل بهذه الطريقة هكذا، ونغلبها. نغلبها مليح. بهذه الطريقة نغلقها هكذا بهذا الشكل. راح نزيد الثانية معكم. هكذا نحط وش قعد. هكذا نغطيها مليح. نسكرها على الجناب. بهذا الشكل بوك نديهم نحطهم على الطاجين. لهنا الطاجين تاع الحديد راح نستعمل، ونقص له على النار ونحط. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا راني حطيت الطاجين ونقصت له مليح الاطراف كامل، شعلتهم ولكن نقصت لهم كامل، وحطيت الاطراف تاعي تاع الدجاج. دوك من داك نقلبهم، اذا شميت الريحه التحتانيه نعاود نقلبهم الجهه الاخرى هكذا حتى يطيبوا لي. ني نفتح من داك على واحد ونشوف نسبه الطياب تاعو حتى يطيبوا لي ان شاء الله. دوك بعد ما يطيبوا ان شاء الله راح نشوفوه. اذا هاولك لهنا الدجاج تاعنا بعد ما وجد. انا خذالي فيتا ساعتين، وكنت منقصه للنار على الاخر. نبهكم تنقصوا للنار على الاخر، واشاك فوا تقلبوهم تقلبوهم حتى يطيبوا لكم ويجيو هكذا مشويين. هما فيهم ريحه الشواء كانهم مشويين على الفحم.
طرا خلاف ان شاء الله راح ندير لكم دجاج على الفحم باذن الله. انا كنت قدمته مع بيغي. نولهكم برك في الطياب نهضر ونعاود، ما تقولوليش ام تسنيم ما طبناش الدجاج. لازم تنقصوا النار وتقلبوا، ما تحطوش الدجاج تاعكم في الوسط قد تخلوه شويه على الاطراف، واشاك فوا تقلبوهم حتى يطيبوا لكم، تفتحوا بالواحد وتشوفوا حتى تشوفوهم طابوا لكم بشكل نهائي. نتمنى ان شاء الله طبخ اليوم يعجبكم وتجربوه باذن الله ويعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في انفسكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.